للعام الثاني على التوالي، لا تزال الكتب الجيل الثاني تثير جدلاً واسعاً في أوساط الأولياء والأساتذة على حد سواء، نظراً لما تحتويه المناهج في طبعتها الثانية من أخطاء لغوية ونحوية، بالرغم من التصريحات السابقة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المتعلقة بتكليف مختصين تربويين بإعدادها وإخضاعها للجنة خبراء لتصحيحها قبل طبعها. واستبعدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أن تكون هذه الأخطاء مطبعية، مؤكدة أنها مغالطات تهدد مستقبل التلاميذ. وهذا راجع للقرارات الارتجالية اللي اخذتها وزارة التربية. وزارة التربية سمحت لدار من الناشئين يعني معينة القصبة باش هي تكفل بالنشر والبيع وصحة الكتاب هذا، اللي وين خلت فوضى كسرة في التوزيع تاع الكتاب المدرسي. الكتب الجديدة لم يتم الموافقة على محتواها سوى من طرف وزارة التربية، في الوقت الذي كان من المفروض إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعدادها ومراجعتها، هكذا كان رد نقابة التربية. نتيجة التسرع الذي انتهجته وزارة التربية في تطبيق ما يسمى بهذه الإصلاحات، والسبب الثاني هو إسناد بيع هذه الكتب على غير العادة، ومما حدث انزلاقا خطيرا حيث أن هناك مضاربة في الكتاب المدرسي. وفي كل السنوات السابقة كان يستند الأمر في توزيع الكتاب المدرسي إلى المقتصدين في المؤسسات التربوية. الدفاع عن المنظومة التربوية وإصلاح الأخطاء التي قد تشوش عقل التلميذ وتشتت تفكيره، تبقى مسؤولية الجميع لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وتقبل النقد البناء.